السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حصاد اليوم، ونتابع في ملفها الأول بيان عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن ما سموه تجاوز المبعوث الأممي لمهامه وتدخله في شؤون الليبيين. وفي ملفها الثاني نناقش توصيات الاجتماع الخامس للجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا وأهمية التنسيق الإقليمي والدولي لحل الأزمة. اعترض 67 عضوا من أعضاء مجلس النواب على تصريحات المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة التي قالوا إنها أصبحت في معظمها تمثل تدخلا سافرا في شؤون الليبيين وتجاوزا لمهام البعثة وفق تعبيرهم. رفض النواب جاء على أساس أن تصريحات سلامة تدفع باتجاه إدخال البلاد في مرحلة انتقالية رابعة لا يكون أساسها الدستور حسب قولهم. نتابع تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة أصبحت في معظمها تدخلا سافرا وتجاوزا لمهام البعثة الحقيقية في ليبيا. اتهامات وجهها 67 عضوا في مجلس النواب، إذ قالوا في بيان لهم أنهم يخشون من أن تكون البعثة إحدى وسائل الأطراف الدولية لتحقيق ما تصبو إليه في ليبيا. اتهامات النواب الأولى من نوعها تركزت تحديدا على اعتبار أن تصريحات سلامة تدفع باتجاه مرحلة انتقالية رابعة لا يكون أساسها الدستور الدائم في البلاد. لكن إصرار النواب على أن سلامة يرفض الدستور لا يأتي متجانسا مع مواقفه المعلنة التي أكدت في مرات كثيرة استعداد البعثة فور صدور قانون الاستفتاء على الدستور للمساعدة في إتمام ذلك. وكانت البعثة الأممية قد جددت اليوم موقفها نفسه في رد غير مباشر على النواب بأنها تنتظر التوافق بينهم لدعم الاستفتاء. قبول البعثة الأممية أو رفضها للدستور يرى مراقبون أنه لا يقف عائقا أمامه، باعتبار أن مجلس النواب إن كان ينوي دسترة المرحلة للاستقرار الدائم فإن من صميم مسؤولياته التصويت على قانون الاستفتاء، وهو ما دفع المراقبين إلى إلقاء اللوم على النواب أنفسهم بسبب تعطيل القانون داخل المجلس وتحميل مسؤولية ذلك لأطراف أخرى خارجه. موقف النواب الذي جاء في توقيت قال ناشطون إنه بعيد عن تصريحات سلامة وإصدار مشروع الدستور، متسائلين عما دفع النواب إلى التحرك والمطالبة في هذا الوقت بنقاط كان الأولى الحديث عنها منذ البداية وعرضها في جلسة بدل تأجيلها في أكثر من مرة والسكوت عن الأعضاء الذين صعدوا الموقف برفضهم مشروع الدستور والهيئة التأسيسية كاملة. ورغم حالة التعطيل داخل مجلس النواب، رأى مراقبون أن التحرك الحالي يعد إيجابيا ويمكن استثماره لتدارك حالة الجمود والوقوف أمام من يعطل الدستور ويعمق الأزمة. فهل هؤلاء النواب قادرون فعلا على احتواء الأزمة وإنجاز استحقاقات المراحل تمهيدا للاستقرار الذي طال انتظاره؟ إذن مشاهدينا نبدأ النقاش مع ضيوفنا عبر الهاتف من طبرق. ينضم إلينا عضو مجلس النواب جبل الله الشيباني، أما عبر الهاتف أيضا يشاركنا المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، ومن طرابلس عبر الأقمار الصناعية يشاركنا الباحث في الشأن السياسي السنوسي إسماعيل. أهلا بكم جميعا. البداية معك سيد الشيباني، في الاتهامات الموجهة للمبعوث الأممي غسان سلامة على أنه تجاوز مهمة البعثة الرسمية وتدخل في شؤون الليبيين، ماذا تقصدون بالضبط؟ فيما تدخل سلامة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أحييك ونحيي ضيوفك والمشاهدين الكرام. طبعا السيد سلامة حقيقة منذ فترة وهو يعني أدلى بتصريحات يعني تلم عن عدم احترام حتى السلطة الشرعية أو السلطة أو حتى إرادة الليبيين. كذا من تصريح له يؤكد بأن الليبيين غير سياسيين ويتكلم على نهب الأموال ويتكلم ويتحدث الآن على أن استطلاع رأي الليبيين
يؤكد أن هناك رغبة شديدة في الانتخابات وأنه سيذهب إلى الانتخابات وأن الاتفاق السياسي لم تعد له أهمية بعد اقتراب موعد الانتخابات. كان الرجل أصبح يعني فعلا وصي على ليبيا دون التشاور حتى مع الأطراف الموجودة على الأرض الآن، سواء كان مجلس الاستشاري أو مجلس النواب أو حتى المجلس الرئاسي أو على الأقل الأطراف الموجودة في الساحة السياسية الآن في ليبيا، يعني يبدو أنه تجاوزها وأصبح يغرد خارج السر وأصبح هو الآمر الناهي ولا يرد له حديث. وطبعا أغرض سيد سلامة ذلك هو تكالب الليبيين حق السياسيين ومجتمع مدني وأعيان قبائل، أصبحوا يشتكون إلى سلامة وأصبحوا يطلبون منه أن يساعدهم في الحصول على كذا والحصول على مناصب والحصول حتى على خدمات ويشتكون له ظروفهم. فلو نعم تفضل. طيب هذه الاتهامات عموما نحن حاولنا الاتصال بالبعثة حتى ترد على هذا الاتهامات ولكن لم نحصل على أحد، ولكن في سياق فيما يتعلق بالدستور سيد الشيباني، سلامة أكد في وقت سابق واليوم كذلك استعداد البعثة لدعم قانون الاستفتاء على الدستور حال التوافق عليه. يعني أنتم لم تتوافقوا داخل المجلس على إصدار هذا القانون، وبالتالي ما الذي منعكم من ذلك؟ طبعا السيد سلامة هذا المعلن يقول انه دعم للدستور وانه مع الدستور، ولكن السيد سلامة ما الذي دفعه لن يلتقي بمؤسسات المجتمع المدني الرافضه لقانون الاستفتاء ويلتقي باعيان القبائل الرافضه للدستور ويلتقي ببلديات ويلتقي بالنساء ويلتقي بالمحامين ويلتقي بالنشطاء؟ سيد سلامة يعني في هذا الامر عندما التقى بهذه الفئات الرافضه للدستور. طيب طبعا هذه، ولكن سيد الشيباني في هذه النقطة البعثة سترد عليك بأن من صميم عمل البعثة هو الوساطة، وبالتالي هي تلتقي مع كل الأطراف، التقت حتى يعني بمعنى مع حفتر ومع التيار الآخر الطرف الآخر مع المجلس الرئاسي مع النواب أنتم الهيئة، التقت مع الجميع البعثة. هنا يعني السؤال الذي يطرح بمعنى النواب أصلا ما صوتوش على أو ما أصدروش قانون للاستفتاء، وبالتالي على أساس يتحدثون عن أن سلامة منعه من ذلك أو يتدخل في هذا الأمر؟ هذا السيد سلامة والبعثة الأممية مهمتها الدعم في ليبيا، يعني قانون الاستفتاء ومسودة الدستور، دور الأمم البعثة الأممية في هذا الشأن هو دعم إصدار قانون الاستفتاء. أما السيد سلامة بدأ يجتمع ويلتقي بالفئات المجتمع الرافضة لمسودة الدستور والتي تدفع بشدة في أن لا يدفع يقوم مجلس النواب بإعداد قانون الاستفتاء. ألتقى بكل سواء عيان القبائل سواء مؤسسات المجتمع المدني بالبلديات بكل هذه الفئات الرافضة لإصدار قانون الاستفتاء خاصة في المنطقة الشرقية، خلينا نقول ذلك بصراحة. فألتقى بكل هذه الفئات ولم يكن داعم لقانون الاستفتاء، يعني كل الذين التقوا به كانوا يؤكدون أن السيد سلامة تفهم لموقفهم وتفهم للوضع، وقد يكون فعلا هذا الدستور قد يسبب مشكلة اجتماعية وقد يسبب خلل ويسبب مزيدا من الانشقاق بين الليبيين. طيب هذا الكلام على أنه تشجيع من سلامة لهذه المجموعات، أنت سمعت يعني وأنت كنت حاضر اللقاء أم نقل إليك كمعلومات؟ لا نحن نقل إلينا، لم يكن دعم صراحة، رجل مثقف ورجل سياسي لا يدعم صراحة. طيب سنأتي للتفاصيل فيما يتعلق بدور البعثة في هذه النقطة بالتحديد سيد الشيباني، حتى أشرك باقي الضيوف إن كنت تسمعني. سنعود إليك سيد الشيباني. سيد الشح، يعني طيلة المدة الماضية ما موقف المجلس الأعلى للدولة مما جاء على لسان النواب في بيانهم أو ما تفضل به سيد الشيباني بأن سلامة تدخل سلبا في الأزمة ويحاول تدويرها بمرحلة انتقالية رابعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين. الحقيقة من يقرأ بيان 67 عضوا من أعضاء مجلس النواب ويقرأ أسماء هؤلاء الأعضاء يستغرب، لأن غالبية هؤلاء الأعضاء الموقعين على هذا البيان كانوا حتى فترة بسيطة ماضية رافضين للاستفتاء على الدستور ويحاولون بكل الطرق تعطيل إصدار قانون للاستفتاء للانتقال إلى المرحلة النهائية. ما الذي جد اليوم بغض النظر عن انتقاد سلامة، ونحن ربما نتفق في أن غسان سلامة فاقد البوصلة
وليس له برنامج ويغير كلامه من حين إلى آخر، وحتى مشروعه أو خارطة الطريق التي طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر الماضي لم يتابع العمل على إنجازها أو لم يجتهد في العمل على إنجازها. وفقدانه للمصداقية مؤخرا بتغريداته خارج السياق، وخاصة ما يتعلق منها بصحك حفتر وما إلى ذلك. اليوم هذا البيان من أعضاء مجلس النواب الذين كانوا دوما معطلين لأي مسار يمكن معه الوصول إلى المرحلة الدائمة، أعتقد أنه يراد به أشياء أخرى، أو أنهم استفادوا من عملية غياب خليفة حفتر وتحرروا من الضغوط المنظومة العسكرية التي فرضت عليهم، وربما يريدون فعلا الانتقال حاليا إلى مرحلة الاستفتاء على النسوب. هذا احتمال، ولكن آرائهم وتصريحاتهم السابقة تنافي هذا وتتناقض معه. بالتالي يجب أن يلحق هذا البيان عمل، لأن مجلس النواب عودنا خلال السنتين الماضيتين بأنه مجلس البيانات وليس مجلس الجلسات والقرارات. طيب باختصار، المشكلة فيما يتعلق بإصدار قانون للاستفتاء، هل كان سلامة فعلا عائقا أمام ذلك أم النواب أنفسهم؟ لا، هو النواب أنفسهم، لأن المجلس الأعلى للدولة لديه العديد من البيانات والقرارات، وآخرها بيان موقع عليه من 21 عضوا يطالبون فيه بالإسراع في تطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي، والتي تنص على إصدار قانون للاستفتاء ومن ثم إصدار قانون الانتخاب. بالتالي مجلس الدولة في كل المراحل السابقة سعى للانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية وإرجاع الأمانة لأصحابها الشعب الليبي كي يختاروا النظام الذي يحكمون به ومن يمثلهم في المرحلة القادمة. ولكن الشعور الذي انتاب الكثيرين بأن غالبية أعضاء مجلس النواب يخافون من انتهاء مرحلة بقائهم في الحكم، بالتالي يحاولون تعطيل وتمطيط هذه الفترة بأساليب مختلفة وبادعاءات مختلفة لكسب الوقت. إذن اللوم موجه كما تقول إلى الأعضاء أنفسهم. سيد إسماعيل، هنا ما واقعية توصيف النواب لتدخلات المبعوث الأممي في الأزمة على أنها تدخلات سلبية؟ هنا كيف تقيم دور سلامة في إدارة الأزمة؟ تحية لك طيبة ولكل الضيوف الكرام ولكل المشاهدين الكرام في كل مكان. حقيقة لو لاحظنا سلوك غسان سلامة الفترة الأخيرة، يبدو أنه يعني يحاول أن يعني كما نقول يخترع، يعيد اختراع العجلة، لأنه يعني في خلال يعني متصريحاته وفي خلال التي يعني يوجهها كإهانة أعتقد، أو لنقل كتوصيف مهين للهيئة الاجتماعية الليبية أحيانا، وأحيانا لمن يمثل الشعب الليبي سواء كان في مجلس النواب أو في مجلس الأعلى الدولة أو في أي سياسيين يمثلون مناطقهم. يعني هو حقيقة لا أعتقد بأنه يعني أثناء الشهور الأخيرة بعد أن تفاءلنا به في بداية الشهور الأولى من السنة الماضية، ولكن السيد غسان سلامة أعتقد أنه الآن يعني ربما يعيد حساباته، لأن إعادة الحسابات ضرورية للسيد غسان سلامة. لا أعتقد بأن غسان سلامة يريد أن يخرج من ليبيا فاشل، يعني بمرتبة الفشل. يعني لماذا أقول ذلك؟ لأن مجرد أن يفشل غسان سلامة في دفع الأجسام السياسية إلى إصدار قانون استفتاء، أو يعني على الأقل لنقل بأن بتهيئة الأجواء لذلك بحيث يكون هناك استفتاء قبل الانتخابات، إذا فشل في ذلك غسان سلامة أعتقد بأن البعثة بقيادته قد فشلت بالفعل في مساعدة الليبيين كما هو واجبها، لأن قضية الدستور هي من مهام، هي قضية دعم الليبيين من أجل تأسيس دستور، هي من مهام بعثة الأمم المتحدة منذ أن جاءت وكانت في البلاد. لاحظنا كيف أنها ساعدت الليبيين على استحقاقات الانتخابية بما فيها انتخاب الهيئة التأسيسية، وساعدت الهيئة التأسيسية
الأساسية من أجل أن من النواحي الفنية واللوجستية من أجل أن تتوصل إلى توافق حول مشروع الدستور. ونعلم جميعا قصة صلانة وغيره. يعني كل هذه من واجب البعثة الأممية أن تتواصل مع الهيئة التأسيسية لكي تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه، وهو يعني مشروع دستور متوافق عليه بالنسبة المطلوبة. طبعا هو الآن أصبح أمامنا استحقاق الاستفتاء على الدستور. الاستفتاء على الدستور أرى أن القضية هذه لا تتعلق لا بمجلس النواب ولا بمستعمل الدولة ولا بأي شيء. طيب هذه قضية الشعب الليبي. الشعب الليبي انتخب الهيئة التأسيسية، والآن لا أحد في العالم كله ولا أي جسم ولا حتى الأمم المتحدة. طيب يعني يحق لها أن ولكن حتى يعرض على الشعب كي يفصل في هذه المسألة يجب أن يعرض كذلك على قانون الاستفتاء، يعني يصوت أو يختار من داخل مجلس النواب حتى نصل إلى المرحلة التي تقول بأن الشعب هو الفيصل فيها. نعم، هو القانون للعلم، هو القانون جاهز، جهزته الهيئة منذ 3 سنوات أعتقد أو 2 سنين، هو القانون جاهز تمام. وأيضا يمكن بفتاوى قانونية، يعني ناقشنا هذه المسألة كثيرا، وهذه ممكن يعني من يتخصص في القانون يعلم ذلك. الإعلان الدستوري يتيح لأي جهة ذات علاقة، يعني سواء كانت المفوضية العليا للانتخابات، سواء كانت الهيئة التأسيسية، سواء كان المجلس الرئاسي على سبيل المثال، أن يصدر هذا القانون اللي هو قانون الاستفتاء، لأنه بالأساس هو جاهز. بل هناك من يقول أصلا لا نحتاج إلى قانون، المفوضية العليا يمكنها أن تطرح مباشرة ما دام الهيئة التأسيسية أكملت عملها. إذن هنا نحن الآن أمام استحقاق أن يستفتى الشعب الليبي، وهذا حق أصيل للشعب الليبي. لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب سواء كان من الأقلية التي من هنا أو هناك التي تلتقي بسلامة وتحاول أن تقنع سلامة بأن هناك حالة عدم توافق بين الليبيين على الدستور، بينما هذا بالأساس غير صحيح. طيب مسألة مهمة جدا إذا كان هذا فيما يتعلق بتجاوز السلطة التشريعية وهي المجلس النواب الآن. سيد إسماعيل، قبل ذلك سيد الشيباني ثمت أعضاء آخرون رفضوا دسترة المرحلة القادمة ولم يعترفوا أصلا بالهيئة، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية هنا. يعني ثم تصفية حسابات أو يعني ربما مواقف تتغير حسب المرحلة أو الظروف كما أفاد سيد الشح، ما ردك على ماذا؟ على سؤالي، وهو فيما يتعلق بأن أعضاء أصلا من داخلكم وأنت تعرفهم كانوا يرفضون دسترة المرحلة الانتقالية، كانوا هم أصلا يقفون عائقا أمام يعني تحول إلى مرحلة استقرار دائم بوجود دستور. نعم، دعني فقط أعلق على ما ذكره السيد إسماعيل فيما يتعلق ب يعني ليس من الضروري أن يصدر قانون الاستفتاء عن مجلس النواب، وهذا حقيقة غير صحيح. إذا كان هناك قانون استفتاء فلابد أن يصدر من السلطة التشريعية. أما إذا قلنا بأن لجنة 60 أو الهيئة الصيغة للدستور تم انتخابها من قبل الشعب ولا داعي أن يكون وأثرت هذا الاستفتاء، ولا داعي أن يكون هناك يعني حتى عرض على الاستفتاء، إذا كان يعني سرنا في هذا التصور بأن لجنة 60 تم انتخابها وأصدرت الدستور، إذا طالما هي منتخبة من الشعب فلا داعي حتى على التصويت على هذا الاستفتاء على هذا الدستور، يطبق مباشرة بدون حتى عرض على الشعب. هذه النقطة. النقطة الأخرى، مجلس النواب الآن نحن لا نريد يعني مرحلة انتقالية رابعة. السيد في تغريداته أو في خطاباته الأخيرة يؤكد بأن نحن سنذهب إلى الدستور، سنذهب إلى الانتخابات، ولا يذكر الدستور ولا يتعرض إلى لا هو بالحرف الواحد في آخر خطاب له. ويؤكد أن سيد الشيباني أنت أجبت على السؤال الذي كنت أود أن أسألك عنه في السؤال الثاني، ولكن نعود إلى السؤال الأول فيما يتعلق بأن الأعضاء هم من عرقلوا مسألة إصدار القانون. سلامة قال بأن البعثة تنتظر إصدار القانون أو التوافق عليه داخل مجلس النواب كي تساعد أو تدعم إتمام المرحلة كاملة، ولكن هم يقولون بأن المجلس النواب أصلا لم يتفق على الدستور أو إصدار هذا القانون. ما ردك؟ يعني هل بالفعل هناك أعضاء يقفون أمام الوصول إلى هذه النقطة؟
نعم طبعا قامت السلطة، قامت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بإعداد قانون استفتاء، مسودة قانون استفتاء، وتم عرضها على مجلس النواب وتم مناقشتها، ولكن كان العرض بأن تكون هناك 4 دوائر انتخابية على أن يكون ثلثي كل دائرة يوافق على هذا الدستور، وإذا دائرة واحدة لم توافق على هذا الدستور معناها لم يتم لم يمرر هذا الدستور. طبعا الخلاف أن هناك من يريدها دائرة واحدة، يعني دائرة واحدة ثلثي الشعب الليبي يوافق على هذا الدستور. المجموعة الأخرى في داخل مجلس النواب وخاصة من المنطقة الشرقية يرون أن هذا ظلم لهم، ولا بد أن يتم 3 دوائر على كل إقليم ثم دائرة للقاطنين في الخارج، المهاجرين في الخارج الآن أو الموفودون أو المهم الموجودون في الخارج. فهذا طبعا عندما تم طرح في مجلس النواب لم يتوافق عليه مجلس النواب، وحصلت مشاحنات وحصلت مشاكل، فتوقف هذا الأمر، وبدأ التيار المعارض لمسودة الدستور في 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 ليبيا سواء كان في المنطقة الشرقية أو في الغربية، وأغلبهم طبعا في المنطقة الشرقية، دعوا السيد سلامة، والسيد سلامة لم يدفع باتجاه أنه لابد من إصدار قانون الاستفتاء ولابد من احترام الإعلان الدستوري اللي يقول راه ثلثي الشعب الليبي وليس ولا يتم تقسيم الشعب الليبي إلى 4 دوائر وكل دائرة لابد أن يصوت منها الثلثين على هذا الدستور حتى يمر. بدأ السيد سلامة يلتقي ويتقبل في الآراء ويعني يعني يظهر شيء من التعاطف أو من التأييد لهذا التيار أو ذاك، ولم يتعرض حتى لمجلس النواب ولم يناقش حتى مجلس النواب في قانون الاستفتاء، بل بدأ يهدد بالمؤتمر. طيب دعنا سيد شيباني من سلامة، سلامة إذا كان في نظرك لا يريد الاستفتاء أو إصدار هذا القانون، ماذا عن مجلس النواب؟ ماذا عنكم كأعضاء؟ لماذا لم تصلوا إلى نتيجة كما تقولون بإصدار هذا القانون؟ مجلس النواب يمثل سيارات، مجلس النواب ليس كتلة واحدة، وهذا طبعا هي طبيعة الديمقراطية وطبيعة البرلمانات في العالم. مجلس النواب سيارات، وكل سواء كانت قبلية سواء كانت جهوية سواء كانت ايديولوجية ايديولوجيات اخرى، فهو خليط من هذا وذاك، ولا يمكن يعني نرى انه عدم اتفاق مجلس النواب انه عيب في مجلس النواب او انه عيب في تشكيل تركيبة مجلس النواب. مجلس النواب هكذا، هناك من يقع ان الدستور ليس لصلاحه، وهذه المسودة ليس جد. هناك من يتعلل بامور قانونية، وما زلنا في جدل، ما زال الجدل القانوني قائم في على مسودة الدستور، وهناك من يرى ان هذا الاستفتاء بد أن يتم بهذه الطريقة، وأنه يعني ظلم، وأنه هذا القانون لهذا الدستور لم يضمن له حقه، رغم أننا ناقشنا العديد من حقيقة الممانعين، أنا من المؤيدين لهذا الدستور في كل الأحوال، وأرى أنه فيما يتعلق بتهميش بعض المناطق أو في المركزية، أن الحكم المحلي الموجود المشار إليها والموجود في 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 القانون في الدستور الصادر من الهيئة يكفي حقوق كثير من الناس، وفي ضمانات وفي تفتيت في السلطة المركزية ويعطي كل طيب رغم هذه الضمانات. إذا ثمة أطراف ترى أن هناك بمعنى نقاط لا تناسبها فيما يتعلق بالحقوق، وكذلك ثمة جدل قانوني سيد الشح مستمر معنا إلى هذه اللحظة فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية طرابلس، يعني ما الحل في ظل هذا الرفض الحاد؟ إن كانت النوايا صادقة من أعضاء مجلس النواب، خاصة الذين وقعوا على هذا البيان 67 عضو، فهم قادرين يوم الغد أن يصدروا قانون استفتاء على مشروع الدستور، ويتركوا الشعب الليبي يختار، الشعب الليبي ليس قاصرا كي يتجادل أعضاء مجلس النواب في تفاصيل هذا المشروع. هذا المشروع صدر من هيئة منتخبة، وهذه الهيئة أكملت عملها وقدمت هذا المشروع، ومن حق الشعب الليبي أن يستفتى عليه. بالتالي من غير المقبول أن يصدر 67 عضو هذا البيان، ومن ثم يخرج السيد جاب الله ويقول أن هناك خلافات، إن وقعتم على هذا البيان وقلتم أنه لا نريد مرحلة انتقالية رابعة ونريد الدستور أولا، بالتالي يسمحوا للشعب الليبي أن يستفتي على هذا الدستور. لماذا هذا التعطيل؟ لماذا ضيعت وقتكم في إصدار بيان وفي كتابة وصياغة بيان في حين كنتم تستطيعون أن تعقدوا جلسة وتصدروا قرارا أو قانونا للاستفتاء؟ ولا تجاوز يا سيدي حتى على الاتفاق السياسي، نحن راضون
إن كان هذا سيقصر مدة المرحلة الانتقالية وسيوصلنا إلى إرجاع الأمانة لأصحابها أبناء الشعب الليبي كي يجددوا خياراتهم ويتعلموا من أخطائهم السابقة في الخيارات السيئة التي أوصلتنا إلى مرحلة، بالتالي أرجعوا لأصحابها. لماذا تمططون وتماطلون؟ الحقيقة هناك تناقض في الكلام. سيد جاب الله ليس له حجة في, 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 في هذا الطرح، لا غير مقنع الكلام. من يريد فعلا إنهاء المرحلة الانتقالية يستطيع يوم الغد أن يصدر قانون الاستفتاء ويضع جدول زمني في خلال أشهر معدودة ويعيد الأمانة لأصحابها وليختار الشعب الليبي وتنتهي هذه المقاسمات بالنسبة للسلطة التي ينتقدها السيد جاب الله والتي يطلبها بعض أعضاء مجلس النواب من غسان سلامة لكي يمنحهم ذلك المنصب وتلك وذلك الموقع. بالتالي فلننهي هذه المرحلة ولنخرج غسان سلامة والأمم المتحدة من هذه المعادلة ونرجع السيادة والقرار الوطني للليبيين وننتهي، وخاصة الآن الفرصة سامحة أن المشروع العسكري الدكتاتوري قد انهار باختفاء خليفة حفتر، وهذا أعتقد أن العديد من أعضاء مجلس النواب الذين لم يستطيعوا في السابق البوح بما يدور في خاطرهم الآن يستطيعوا وقد تحرروا من هذا الضغط، ولا يمكن الآن إعادة مشروع عسكري لأنه كان مبنيا على شخص وهذا الشخص انتهى. بالتالي أعتقد أن الفرصة الآن سانحة ولنرى مصداقية أعضاء مجلس النواب إن كانوا فعلا يريدون إنهاء هذه المرحلة فليصدروا قانون الاستفتاء. الفرصة سانحة كما تقول سيد الشح. يعني سأعود إليك سيد الشيباني حتى ترد على هذه النقاط، ولكن قبل ذلك سيد سنوسي، يعني بالمعطيات التي ذكرها السيد الشح بأن الفرصة مواتية للنواب حتى يعقدوا جلسة من حيث العدد ومن حيث حتى الجهات التي تضغط عليهم منها الغائبة ومنها بالإمكان تجاوزها، يعني هل ذلك ممكن بهذه السهولة في رأيك؟ جدا. يعني هم 67 عضو، إذا أصدروا قرار من الذي سيرفض هذا القرار؟ هل تعتقد أن باقي الأعضاء مثلا حتى من الأسماء التي لم تحضر في هذه الجلسة هل هم يرفضون أن يكون هناك قانون استفتاء يعني يصدر من مجلس النواب بصيغة الدائرة الواحدة حسب الإعلان الدستوري؟ أعتقد بأن هذا يعني أمر متاح لهم إذا كانوا فعلا يعني عندهم إرادة حقيقية وقدرة على إصدار هذا القانون، ولكنني أعتقد حقيقة إن الأمر هذا إلى الآن عليه فيتو إقليمي قبل أن يكون يعني محلي، من الصعوبة حقيقة على مجلس النواب بشكله الحالي وبطريقته الحالية أن يصدر قانون الاستفتاء، لأن هناك فيتو إقليمي على هذا الموضوع، لأن يعني هناك دول لا تريد الاستقرار لليبيا وتسعى بكل جهدها أن لا يكون هناك مشروع. يعني الاتفاق السياسي وتم عرقلته ولا يزالون يعرقلونه، وبالتالي فإن الدستور أولى بأن يتم عرقلته من تلك الدول. وأعتقد هنا بأن الأمر لنقل بشكل أوضح أن الأمر منوط بجهات أخرى أن تكون بديلة لمجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء ما دام هو فشل في ذلك، ولا نترك الشعب الليبي يعني في مرحلة انتقالية. ولكن ذلك يعمق الأزمة. مجلس النواب حاضر سيد إسماعيل، سيد إسماعيل حتى يعني نوضح هذه النقطة، مجلس النواب لديه ثقل في 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 الأزمة أو في ليبيا عفوا، وكذلك هو جزء من الاتفاق السياسي، تجاوزه يعتبر يعني تعميق للأزمة أكثر. لا أعتقد ذلك، لأن قضية هذه المماحكات السياسية التي تحصل علينا أن نرجع الأمور إلى نصابها. يعني هذا القانون أو أقصد مشروع الدستور في حد ذاته هناك صاحب مصلحة في أن يتم تعطيله، وأنا أعتقد جازم بأن مجلس النواب له مصلحة. يعني نعلم بأن الاستمرار بهذه الطريقة هو فيه استمرار للميزات، يعني هذا أمر معروف الكل يعرفه ولا يحتاج إلى تحليل، بينما إصدار قانون الاستفتاء بطبيعة الحال سيعني ربما يقرب، يعني لأننا لا نعلم بالأساس ما نتيجة هذا الاستفتاء إلى حد الآن، ولكن الوضع العام للبلاد ربما يكون هناك توافق كما توافقت اللجنة أو الهيئة التأسيسية، أيضا متوقع أن يتوافق الشعب الليبي حول هذا المشروع الذي هو بالأساس عندما نحاول أن ندرسه دراسة موضوعية نجد أنه يعني مشروع معقول. طيب حتى نصل إلى عرض الدستور على الشعب. سيد إسماعيل، سيد شيباني، هنا يعني أكثر من نقطة أثار
أشارها الضيفين سيد الشح وإسماعيل بأن الأعضاء مجلس النواب بإمكانهم التحرك الآن ولديهم الفرصة في عقد جلسة كذلك، يعني حتى لا يناقضون أنفسهم فيما يتعلق بدعم الدستور ومن ثم لا يعقدون جلسة. الآن ما توجه النواب الحالي من عقد هذه الجلسة لإصدار القانون؟ لا هو حقيقة احنا عندنا فرصة بعد تحررنا من حفتر يعني وتخلصنا منها أمورنا طيبة ونقدر نتحرك ونقدر نحكي. يا أخي سيد شح أنت كررت مرتين هذه، قلت مجلس النواب تحرروا من حفتر ويقدروا الآن يعبروا عن أنفسهم. من قال لك أن حفتر يعني كان مقيدنا وكان يراقب فينا وكان متحكم في مصيرنا؟ هاي كلام والله غير موجود إطلاقا. الرجل يشتغل عسكريا ويعمل عسكريا، والمؤسسة العسكرية اللي قلت عليها انهارت هذه احنا لما نقول مؤسسة عسكرية معناها في تراتبية وفيه نظام وفيه عملية إحلال. حفتر ما هوش إله والله بيعيش عمر نوح، والله حتى نوح بعد ألف عام انتهى ويوم ما ينتهي. طيب بما أن الضغوطات غير موجودة الآن سيد، أو هي أصلا غير موجودة كما تقول، سمحت لي بالكلام على هذا الموضوع. طيب أنا سأسمح لك الكلام سيد الشيباني، يعني نأتي نقطة نقطة وإذا فاتت نقطة عليك بإمكانك أن تتدارك. دعني أسألك السؤال حتى أعطيك المجال للإجابة. سيد الشيباني أنا فقط أود أن توضح نقطة فيما يتعلق بما أن ما فيش أطراف ضاغطة عليكم، يعني 67 تقريبا عضو من النواب هم يعني يدعموا فكرة إصدار القانون، هل بإمكانهم الآن عقد جلسة؟ أغرجيني أنا بنكمل الموضوع، أنا تحاولش معي لو سمحت. أنا الموضوع حفتر بنأكد أن حفتر لا مسيطر على مجلس النواب، وحفتر رجل عسكري وحفتر بشر، وإذا انتهى حفتر مجلس النواب هيكلف واحد بصفة مؤقتة إلى حين تعيين قائد عام. هذا إجراء روتيني وإداري وعارفينه، والجيش في سواء كان في المنطقة الشرقية يتبع القيادة العامة ولا في الغربية ولا في الجنوبية هيستمر بنفس الزخم، والموت هذه على أرقاب العبيد زي ما يقولوا، ولا تحط لي حفتر إنه هو خلاص إذا كانت هي حفتر راه ليبي جيش ليبي بنتي حفتر ربي يطول في عمره ولولاده وللقيادة العامة. وإذا طيب كان ما تحدثت عن حفتر كثيرا حتى نستدرك الوقت سيد الشيباني، دعنا في سياق الموضوع رديت عليه لسيد الشح فيما يتعلق بأن حفتر أموره تمام وبأن ما فيش أطراف تضغط عليكم. الآن عمليا ما توجه النواب فيما يتعلق بعقد الجلسة؟ لا هو حقيقة النواب داخل مجلس النواب فيما يتعلق بقانون الاستفتاء، أنا تمنيت السيد سلامة يعني هل اتجاه لمجلس النواب وللسلطة الشرعية وكذا كذا والذهاب إلى الانتخابات دون حتى الرجوع لمجلس النواب والتنسيق مع مجلس النواب على الأقل، يا ريت هالأمر إذا خذاه في إصدار قانون الاستفتاء. يعني دار رأى قانون الاستفتاء زي ما قال السيد إسماعيل مش ضروري يصدر مجلس النواب وتصدر حتى تصدر حتى المفوضية الانتخابات ولا يصدر من يصدره، ودار كيف ما دار اخترق أي أمر سواء دعم قانونين أو لم يدعمه، المهم يطلعنا من لكن مجلس النواب أو نقولها الليبيين غير قادر على إصدار قانون الاستفتاء بهذا الانقسام الموجود داخل مجلس النواب، ومعارضة الأغلبية النواب سيد الشيباني أغلبية الأعضاء اتفقوا على مسألة إصدار القانون الدستور أصلا. سيد الشيباني ولكن يعني الأرقام تقول بأن الأغلبية من الأعضاء شبه اتفقوا على إصدار هذا القانون. ما تنساش ان اغلب اعضاء مجلس النواب موجودين في المنطقه الغربيه وقاعدين موجودين الان في طرابلس، واغلبهم جزء كبير منهم ما يباشرش في عمله في مجلس النواب بصوره منتظمه، وحتى ولو جاء النواب المنطقه الغربيه بكاملهم وجين المجلس النواب 200 نائب سيكون فيه انقسام وستكون في مشاكل في اصدار قانون الاستفتاء. أنا نقول الليبيين مجلس النواب غير قادر على إصدار قانون الاستفتاء على هذا الدستور. طيب كيف إلى متى ذلك سيد الخلافية في الشيباني؟ هذا يمكن أقول واضحة وبدون فبركة كلامية، نكون واضح مع الليبيين مجلس النواب على هذا الدستور اللي الآن عليه حتى مشاكل قانونية وفيه مشاكل قانونية موجودة وفيه ما أخذ عليه من عديد من الأطراف. الليبيين ما اتفقوش، طبعا هذا الاتفاق جاء هذا الدستور جاء في فترة حرب مش فترة استقرار، المشاكل اللي موجودة على الأرض في على الأرض الواقع موجودة داخل هذا الدستور، هناك ناس عندها مخاوف، في ناس عندها مآخذ على هذا الدستور، في ناس شعر بالغبن وبالظلم وهذه طبعا مشاعرهم هم حرين فيها لعلهم هم يحسوا بها احنا ما نحسوش بها، لكن هذا الدستور
مجلس النواب غير قادر أن يصدر قانون استفتاء على هذا الدستور إلا إذا تم تغيير هذا الدستور أو مجلس النواب قام بتشكيل لجنة حل هيئة الدستور وتشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة سواء 2 أو 3 كما يكون من الخبراء القانونيين والاجتماعيين وغيرهم وإعادة النظر في هذا الدستور طيب. يمكن يتم عليه توافق ويمكن يكون مجلس النواب قادر على أشكرك إذن في نهاية الملف الأول من حصاد اليوم نشكر ضيوفنا عضو مجلس النواب جبل الشيباني وشكر موصول أيضا إلى المستشار السياسي للمجلس المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح والشكر موصول أيضا إلى الباحث في الشأن السياسي السنوسي إسماعيل. إذن حصاد اليوم مستمر فابقوا معنا مشاهدينا. مقاهي عتيقة يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في الاجتماع الخامس للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمراجعة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه المسائل، شدد المجتمعون على أهمية إجراءات الانتخابات في البلاد وتحقيق مصالحة وطنية شاملة. إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وتحقيق المصالحة الوطنية والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الليبية أبرز النقاط التي شددت عليها اللجنة الإفريقية الرفيعة المستوى المعنية بليبيا في اجتماعها الخامس بأديس أبابا بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. سلامة وخلال الاجتماع لم يخفي قلقه من التحديات التي تواجه ليبيا، لكنه مع ذلك أكد وجود مؤشرات إيجابية مثل تراجع حدة العنف في البلاد وتسجيل أكثر من 2 مليون ناخب للعملية الانتخابية القادمة، مضيفا أن البعثة أطلقت مشاورات واسعة للسماح للليبيين بالمشاركة في تحديد مستقبل البلد. من جهته قال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي إن اجتماع اللجنة يأتي في سياق استمرار حالة الجمود السياسي في ليبيا واستمرار ما سماه التقلبات في البيئات الأمنية، معربا عن أسفه لعدم تنفيذ أي من توصيات قمة برازافيل بخصوص ليبيا التي انعقدت في سبتمبر 2017. ولتجاوز هذه العقبات شدد فقي على أهمية العمل الإفريقي لحل الأزمة الليبية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن قلقه من عدم الوصول إلى توافق بخصوص تعديلات الاتفاق السياسي والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات في الأراضي الليبية واستمرار خطر الإرهاب على حد تعبيره. فقي اعتبر أن تعزيز الدور الإفريقي يجب أن يكون متبوعا بثلاث خطوات، وهي نقل مكتب المفوضية في ليبيا إلى طرابلس للعمل على الأرض وتكثيف الاتصالات مع الأطراف الليبية والدولية وإعادة إطلاق مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا التي تشكلت في مارس 2011. اللجنة الإفريقية المعنية بليبيا أكدت أن ما يتعرض له المهاجرون الأفارقة يمثل مصدر قلق عميق ومستمر، وشددت على أهمية التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إطار الترويكا لإعادتهم إلى أوطانهم ووضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها في ليبيا. إذن ولمناقشة هذا الملف معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الأكاديمي والمحلل السياسي فرج دردور، أما من القاهرة فيشاركنا عبر سكايب أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيوني الخولي. أهلا بكما. البداية معك سيد
دردور، ما قراءتك لتوصيات الاجتماع الخامس للجنة الإفريقية المعنية بليبيا والتي ركزت على ثلاث نقاط تقريبا تتعلق بإجراء انتخابات في البلاد وتحقيق المصالحة وكذلك التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمعالجة الأزمة؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين أيضا. هذه التوصيات أوصيت بها أنا أيضا منذ سنوات، حقيقة هي تظل توصيات، وأعتقد بأنه أجاب على هذه التوصيات عندما قال نأسف لأن يعني توصيات قممنا السابقة لم يتم تنفيذها وتم إهمالها. أعتقد يعني لو قرأت هذا الاجتماع، هو جاء بعد اجتماع الجامعة العربية مثل السنة الماضية تقريبا، كان السنة الماضية أيضا في نفس التوقيت بعد اجتماع الجامعة العربية كان هناك اجتماع مثل هذا الاجتماع، وهو حقيقة اجتماع بروتوكولي ويأتي في ظل التحشيد الذي يقوم به السيد غسان سلامة لخطته. لا أعتقد يتجاوز هذا الموضوع ولا قيمة له إلا يعني عبارة عن توصيات، والتوصيات أعتقد لليبيا تأتي من كل أطراف الدنيا، من العالم كله، ما ليس أمامكم الاتفاق السياسي، لا يوجد حل عسكري، ولكن حقيقة على الأرض شيء آخر. لعل الرسالة التي أرد بها اليوم السيد عقيل صالح ما زال اليوم يعين وزراء ويعتمد في ميزانية الفساد التي حقيقة ميزانية الموازية التي يعني مهمتها يعني سرقة المال العام في سنة 2017 وهذه لسرقة المال العام لسنة 2018. لا أعتقد أن هناك يعني أي بوادر للاستجابة لا للنداءات الدولية ولا للقمم الأفريقية ولا للعربية، ما دام هناك مجموعة من النواب يستفيدون وينهبون المال العام ويشترون العمارات. طيب إذا كان الأطراف في الداخل لا يستجيبون إلى هذه التوصيات أو المواقف، يعني ماذا عن التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؟ نجد الاتحاد الأفريقي غائب في الأزمة الليبية، على العكس يعني إن قررناه بدور الأمم المتحدة الرئيسي من المجموعة الدولية هذه. الاتحاد الأفريقي طبعا ليس له أي قوة ضغط، يعني لا اقتصادية ولا سياسية، وشعوب فقيرة وتعاني من مشاكل كثيرة، وبالتالي هي أمام الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى هي عبارة ينظر لها في نظرة دونية، إذا احتاجوا لها في دعم سياسي أو دعم باجتماع وكذا يستدعونها ويوافقون، وإذا لم يحتاجوا لها يتم يعني القرار بدونهم. وبالتالي أعتقد يعني الجامعة العربية، هي حتى قمة الجامعة العربية على فكرة يعني لا تتجاوز الخطوط التي أو تدور في نفس الفلك، فلك الأمم المتحدة بالتأييد والمباركة وانتهى الموضوع، يعني لا توجد هناك أي خطوات عملية أو تأثير فعلي على الأطراف. سيد دردور، طيب فيما يتعلق واضح. طيب فيما يتعلق بدور يعني الاتحاد الأفريقي أو الدور الأفريقي سيد الخولي، يعني هنا اللجنة شددت على أهمية تعزيز هذا الدور الأفريقي في البلاد وربطت ذلك بثلاث تقريبا خطوات، أهمها إعادة إطلاق مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا التي تشكلت في مارس 2011. هل تعتقد أنه بإعادة هذه المجموعة أو إطلاق هذه المجموعة سيسهم ذلك في حل الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أقول بداية بأن الفرصة مواتية الآن لكي يتم الدفع بالمسألة الليبية في الاتجاه الصحيح وفي الطريق الصحيح، طريق التسوية، طريق إحداث تجربة من دول الثورات العربية تكون رائدة في هذا البلد. أقول بأن عملية الانتخابات التي نص عليها القرار الصادر عن هذا المؤتمر أو هذا المنتظم هي في ذاتها تؤدي بالتلقائية إلى مصالحة بين الليبيين، ولعل أهم مصالحة أن يتوافق الليبيون ويبدأوا في اختيار من يمثلهم، الاستفتاء على الدستور، رئيس الدولة، ثم البرلمان. هذه أهم مصالحة سوف تتم بين الليبيين وسوف تقود بالتالي إلى تكثيف الجهود من أجل إقرار أول التجارب المهمة
في الثورات العربية في دولة مدنية ونظام سياسي ديمقراطي. أما فيما يتعلق بمساعي اللجنة الاتصال أو التواصل، أنا أقول بأن دورها الآن بادي للعيان، وأقول أيضا بأنها أو بأن هذا الدور سوف يتم الدفع به في اتجاه يأخذ الأحداث في ليبيا أو يأخذ الداخل الليبي إلى تسوية سياسية ترضي كافة الأطراف ويشارك فيها كافة الأطراف. وقلت من قبل وأكرر مرة أخرى أن الأفارقة هم أقرب إلى ليبيا من العرب، ودعني أقول هذا بصراحة شديدة، لأن هناك إحساس وهناك حس من الأفارقة بأن الأزمة الليبية لابد أن تحل بشكل طيب. سيد الخولي، هنا على أي أساس يعني الأفارقة هم أقرب إلى الليبيين بمعنى في حل الأزمة؟ يعني لا دور للأفارقة تقريبا في الحل يعني وإن كان معلن؟ الآن يا سيدي الفاضل، أنت تقول هذا الكلام وأنت تسألني عن الدور الأفريقي. من يحرك الأزمة الآن؟ من يتحدث عن الأزمة الآن؟ جامعة الدول العربية الديكورية هذه الفلكلورية لا تفعل شيء. إذن القريب منك الآن هو الذي يحاول قدر المستطاع أن يتلمس حلول لأزمتك السياسية ويخرجك من هذه الأزمة. هذا هو الواقع. نحن لا نبحث عن القربة في الدم، نبحث عن القربة في العمل، القربة في الإحساس والشعور. الأفارقة أنا أقول بهذا الوصف وبما يقومون به الآن هم أكثر إحساسا وشعورا بالليبيين من العرب. العرب يمزقون ليبيا. الأفارقة لا 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 أبدا ومطلقا لا يريدون إلا ليبيا إلا أن تكون دولة مسالمة ودولة هادئة ودولة تقدم تجربة ديمقراطية. هذا أنا ما أقوله وهذا إحساسي الآن. طيب، إذن الدول الأفريقية دورها إيجابي على عكس بعض الدول العربية سيد دردور كما تفضل سيد الخولي. وهنا الاتحاد الأفريقي شدد على ضرورة في أكثر من مرة على ضرورة أن يكون الحل ليبيا بامتياز، وبمعنى يجب أن لا يكون أي جهد دولي محل يعني الأطراف الليبية لهنا خلافاتها هنا. كيف يمكن الوصول إلى هذه الصيغة وكيف للاتحاد الأفريقي أن يحقق هذا النموذج في الحال؟ أولا نحن حقيقة لا نشكك في الأحاسيس والمشاعر، يعني مش بالعكس، نحن نقدر كل الأحاسيس والمشاعر ونعلم أن كل دول جيراننا والدول الأفريقية بالفعل هي تتمنى يعني بأن تكون ليبيا دولة مستقرة وأن مصالحها في أن تكون ليبيا دولة هادية ومستقرة، هذا شيء يعني لا نشكك فيه، ولكن تظل أحاسيس ومشاعر. أما على الأرض لا يوجد شيء حقيقة، لا يوجد أي تفاعل بين الأطراف الموجودة في ليبيا وبين هذه المنظمات الضمات سواء كان الأفريقية والعربية، ولا أعتقد بأن سوف يكون لها هناك أي دور. طيب الاتحاد الأفريقي كيف ينظر هنا باعتباره بعيد عن الأزمة في ليبيا، كيف ينظر لليبيا؟ يعني مثلا أوروبا تنظر من ناحية الهجرة، الأمم المتحدة تراها كدولة مهمة، ودول أخرى تتدخل تدعم طرف دون آخر. الاتحاد الأفريقي كيف يتعامل هنا مع الأزمة في رأيك؟ هو مثل ما قالك يعني يوصي الاتحاد الأفريقي، يوصي يعني يقدم في توصيات ونصائح، وفي نهاية كل قمة يتأسف على نصائحه وقالها حقيقة. هو قال في خطاب، أنا أتكلم من حديث السيد هذا المسؤول على اللجنة، هو قالها، قال أنا ناسف لأن توصياتنا لم يؤخذ بها ولم يعني الأطراف تعمل بها. أما مسألة الحوار الليبي أنا أعتقد هو أيضا الحوار الليبي، لا يوجد حوار في أي مرحلة من مراحل في الصخيرات أو غير الصخيرات حوار غير ليبي، لكن معروف في الدنيا كلها الحوار عندما يكون هناك نزاع بين طرفين لا يتم الحوار بينهم مباشرة، هذا شيء معروف. إذا كانوا هم متفقين فلما يتحاوروا؟ إذن هناك إشكالية، ولهذا لابد أن يكون هناك طرف اسمه راعي للحوار، أي طرف ثالث يتدخل. هذا الطرف لابد أن يكون محايد، ولا توجد حقيقة في ليبيا اليوم طرف تستطيع أن تقول عنه محايد حتى يدير هذا الحوار، وبالتالي كان استجلاب الأمم المتحدة بقرار من طيب. من مجلس وبالتالي كذلك يصعب عقد أي حوار داخل ليبيا حتى يكون أقرب إلى ليبيا. ليبي سيد بسيوني الخولي، هناك من يقول أن الاتحاد الأفريقي يحركه في ليبيا ملف الهجرة فقط، ما قولك؟ نعم، قد يكون ذلك صحيح، أن الهجرة مسألة مؤرقة للاتحاد الأفريقي، ولا ضير أبدا في أن يتحرك الاتحاد الأفريقي بدوافع من ضمنها
مسألة الهجرة. ولكن الاتحاد الأفريقي أنا أقول أنه كله جوار لليبيا، والأفارقة يريدون لدولة جوار أي ليبيا أن تكون دولة هادئة، أن تكون دولة مستقرة، أن تقدم تجربة ديمقراطية. فلا هروا أبدا أن يكون من ضمن المنطلقات الاتحاد الأفريقي مسألة الهجرة، ولا أحد ممكن ذلك. لكن أنا أقول مرة أخرى وأكرر مرة أخرى أن الاتحاد الأفريقي صادق ومحايد فيما يدفع به أو فيما يطرحه من توصيات أو من رؤية أو طروحات لحلول المسألة الليبية، لكنه لا يملك أكثر من هذا. أما في الجانب العربي، الجانب العربي يمزق ليبيا. نحن نعلم تماما أن المسألة الليبية وصلت إلى هذا الحد بدوافع من القوى الإقليمية، وهي معروفة للجميع. الاتحاد الأفريقي أبدا لم يساهم في تنسيق ليبيا، بل هو يريد أن يضمد الجراح قدر المستطاع. لكن آليات الأفارقة دائما تتم من خلال حسن النوايا ومن خلال الدفع بالمسألة الليبية في اتجاه صحيح من خلال آليات يمكن الاتفاق عليها. وأبدا الاتحاد الأفريقي لم يكن في يوم ما منحاز إلى أحد الأطراف ضد الأخر، وهذا يكفينا، يكفي الاتحاد الأفريقي هذا. ونحن نقول كلمة صريحة في هذا الأمر. حتى نصل إلى هذه الآلية سيد دردور، وأنت أشرت إلى مسألة يعني أسف مفوض الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بعدم تطبيق أي توصيات لقمة برازافيل بخصوص ليبيا اللي انعقدت في سبتمبر 2017. هنا كيف يمكن ضمان تطبيق هذه التوصيات سواء من القمم الأفريقية أو الاجتماعات الدولية بحيث تكون ملزمة للأطراف أو ملزمة؟ عفوا. هو سيد الفاضل، نحن لدينا اتفاقية، ولدينا يعني اتفاقية ناضجة واتفق عليها جميع الأطراف. نحن الآن أمام مجموعة معرقلة، مجموعة قليلة جدا معرقلة تتحصن بموقع أو تسيطر على لا تتجاوز 30-40 نفر يسيطرون على مجلس النواب، ولا يريدون لا إصدار قانون الدستور ولا قانون الانتخابات. وأنت سمعت ضيفك قبل في نهاية كلامه قبل قليل في 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 برنامج اللي قبل هذا قالها صراحة، لن نصدر قانون الدستور ولن في الملف الأول ولن نقوم بهذا، والشعب الليبي مختلف واللي يظل مختلف ونحن باقيين في السلطة. وقالها صراحة يعني بأنهم سيبقون إلى الأبد يستفيدون من هذه الاختلافات الموجودة وهذه الصراعات، وسيظل يصدرون الميزانيات الموازية ويشترون الدولار من السوق السوداء من سوق الذهب ويبيضونه ويشترون به العمارات في مصر مثل آخر عمارة اشتراها في الإسكندرية وهكذا. يعني هذا هو قال يعني بأن ما فيش إمكانية بمعنى لعقد جلسة أو تجمع الأطراف الموافقة على إصدار الدستور. سيد بسيوني الخولي، بين تدخل الدول الإقليمية في ليبيا ورفض الأطراف بشكل يعني كبير جدا لأي حل هنا، كيف يمكن الوصول لصيغة أو حتى قبول مثل المبادرات الإيجابية كالاتحاد الأفريقي في رأيك باختصار؟ على الليبيين أن يعلموا يقينا بأنه لن يفيد الليبيين إلا الليبيون أنفسهم. الليبي هو الذي سوف يفيد أخيه الليبي، أما حتى العربي المجاور لن يفيد الليبي. فينبغي أن يعلم الجميع بأن الأزمة لابد أن تسير في طريقها إلى الحل، ولابد أن يتخلى كل من يحاول أن يتمطرس وراء منصب سياسي أن يتخلى عن هذا عن هذه الأثرة، ويتحول إلى الشعب الليبي لكي يقول الكلمة الأخيرة وتنفض الأزمة الليبية، ويكون البطل الوحيد في هذه التسوية هو الشعب الليبي. دعوا الشعب الليبي يقول كلمة أخيرة لكي يرسم الطريق الصحيح ويرسم الصورة الصحيحة لدولة مدنية ونظام سياسي ديمقراطي. فينبغي على كل واحد أن يعلم أن الحل لابد أن يأتي، ولابد أن يتخلى إن شاء الله عن ما يؤثره لنفسه وما لجماعته من مآثر أو من مقوم. أشكرك إذن أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيوني الخولي، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول أيضا إلى ضيفنا الأكاديمي والمحلل السياسي فرج دردور، وكذلك شكرا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. في ختام حلقة حصاد اليوم، في أمان الله.